بالمناسبة ديال الاحتفالات ديال السنة الجديدة، فيما يخص التدابير والإجراءات الأمنية اللي خدتها ولاية أمن فاس، فهي خدتها حقيقة بشكل أفقي في الزمن، يعني منذ مدة كانت اجتماعات مسبقة وكانت تدابير متخذة بشكل سابق في الزمن، واشتغلنا على خطة دقيقة ومحكمة فيما يخص محاربة مظاهر الإجرام من أجل الوصول اليوم عموديا كذلك في الزمان لهذه الليلة، باش إن شاء الله غادي تكمل في أحسن الظروف. السلام عليكم. هذا الشيء هذا اللي قايم به الامن الوطني بمناسبه راس السنه، هذا الشيء راه مزيان وهذا الشيء راه في صالح المواطن وفي صالح الشعب المغربي، وكاين ضمننا السير وضمننا الحمايه، والصراحه هذا الشيء مزيان، شي معتبر الصراحه. فصل عام خير الحمد لله، مرتاحين مع المخزن ديالنا مع المواطن ديالنا، كل شيء مزيان ولله الحمد. معنا في هذه الجولة اللي قمنا بها اليوم ليلة رأس السنة الميلادية، تبين لكم بأنه كاين ترتيبات أمنية في جميع المناطق، جميع الأماكن اللي كتعرف الرواج ديال المواطنين ديال التجاري المواطنين، وكذلك الفنادق والأماكن اللي كترصدها السياح الأجانب. عمل السباقية والجاهزية ديال العناصر الأمنية والتضحية فصباح مساء هي اللي جعلت باش الانسان باش المواطن يحتفل بهذا راس السنه هذا في اطمئنان. اليوم الحمد لله في كل مكان، اي بلاصه من 6 الصباح حتى الغدا مع 6 الصباح هو 24/24 خدام ان شاء الله بحوايج شفناها بعينينا وشفنا التدخلات ديالو مزيان على الصباح الحمد لله. هذا فضل من الله والوالدين من كاين الامن. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.